مكسيك. قمت بزيارة ميدانية إلى السيد قائد عمليات نينوى المحترم السيد اللواء نجم، وخلال الزيارة تم تقديم إيجاز كامل عن مفاصل مديرية مرور نينوى وعملها، وفعلا تم تقديم كل المساعدات اللوجستية والدعم اللامحدود من قبل السيد قائد عمليات لمديريتنا، وأدى بدوره الكامل بخصوص تقديم كافة المساعدات والعون لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وخلال الزيارة أيضا تم شرح كافة الإجراءات والأمور الفنية التي تقوم بها مديرية مرور نينوى، وأوصى بتقديم أفضل الخدمات إلى مواطني أهل نينوى، وبخصوص تعزيز التقاطعات برجال المرور وتقديم أفضل الخدمات لهم. وتم أيضا طرح موضوع اللوحات المسحوبة من قبل عصابات داعش الإرهابية، وإن شاء الله في القريب العاجل سنقوم بتأهيل مقر مجمع شلالات لاستقبال المواطنين الذين فقدوا لوحاتهم خلال هذه الفترة من قبل إصابات داعش الإرهابية.